نعم، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا الإخلاص. لأن لا إله إلا الله لها شروط، شروطها سبعة جمعها الناظم في قوله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد، والقبول لها. هذه شروط لا إله إلا الله السبعة. علم بلا إله إلا الله ينفي الجهالة، يقين ينفي الشك، وإخلاص ينفي الشرك، وصدق ينفي التكذيب، ومحبة تنفي الكراهة، وانقياد وقبول ينفي الترك والرد. هذه شروط لا إله إلا الله. قال يبتغي بها وجه الله، أي مخلص لله، والمخلص لا يلجأ إلى غير الله، فإذا لجأ وأشرك فقد نقض إخلاصه. فلا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال وتخالف، فمن خالف بمعناه منطوقه ما نفعه الكلام، لأن العبرة الكلام والعمل والاعتقاد، ثلاثة أمور لا بد أن تكون كلها على مسار واحد. أما أن يقول بلسانه ويخالف بقلبه وأفعاله فهذا مجرد قول، والمناط على ما في القلوب والأعمال. أو أن يقول ويعمل ولكن القلب بخلاف ذلك، فهذا لا يلتفت لا لقوله ولا لعمله، لأن القلب قد انحرف، فلا بد من تواطؤ الثلاثة.